وبالمناسبه هذه المناطق قدسيه لها خاصه، مثلا اروي لك فد قضيه. اكو شاعر يسمى الشاعر البغدادي، زين، ابن الحجاج البغدادي، هذا منذ مئات السنين، زين، هذا كان اصيب بمرض، زين، وراح الى عدد كبير من الاطباء ما حصل فد نتيجه. فزوجته من موالين ال البيت وهو ايضا قالت له تروح للنجف، للامام علي بمنزلته عند الله سبحانه وتعالى. توكل. المهم راح فطاب فسوى قصيده عصماء رائعه. الله يا صاحب القبه البيضاء في النجف، ايه، من زار قبرك واستشفى شفي. الله. وفعلا كلهم كرامات. انا من الناس، لدي كتاب الان صدر في بيروت قبل تقريبا 10 سنوات، كرامات الامام الحسين، ثبتت به 80 كرامه اضافه الى كرامات العباس وكرامات اهل البيت بشكل عام. زين استاذ سعد، نعرف انه انت تحب هذه الثقافه والشعر. نعم. والكتاب. نعم. وايش كتابك؟ كتبت. نعم. على هذه او ايش حافظ؟ انا وثقتها، وثقتها لان عندي كتاب تاريخ كربلاء قديما وحديثا. هي. وثقتها، هذا الحكي اللي حكيته درجته بها، كذلك مؤرخ كربلاء الدكتور سلمان هادي طعمه ايضا وثقها، ومؤرخين اخرين ايضا اشاروا لها، وهي علم معروف. زين. يعني جدي بهذه. استاذ سعيد، هسه هذا الطابوق اللي موجود. نعم. كل هذا طابوق. نعم. اثري. نعم. وكله قديم. اي هذا هذا عمره فوق ال 100 سنه هذا الطابوق. هذا الطابوق عمره فوق ال 100 سنه. فوق ال 100 سنه. اي تمام. الله. إيه. لكن يعمر بينه، يصير الادامه بين فتره وفتره حتى. زين. يبقى يعني شلون نقول شامخ، حتى يبقى شامخ. اي طيب.